لا يزال عبد الله يعاني آلام التفجير الدامي الذي هز مقديشو في أكتوبر عام 2017، فخسارته تخضت الجروح التي أثقلت جسده إلى فقد زوجته. ما أصابني كان مؤلما، إصابات خطيرة في جسمي، لكن لا مصيبة تساوي فقدان زوجتي. أصبحت أتولى مسؤولية الرعاية والإنفاق على أولادي. لا شك أن التفجير ترك أثرا كبيرا في نفسي وعلى نفوس عدد كبير من الناس. كثيرة هي القصص التي خلفها تفجير تقاطع زوبي في مقديشو، وترك معها حسرات في نفوس آلاف الصوماليين ممن خسروا أفرادا من عائلاتهم أو أحباء لهم. هذا يوم أسود ومحزن بسبب التفجير القوي الذي أثر على الصوماليين جميعا. فعلا لم أرى تفجيرا بهذا الحجم في حياتي. أزهقت أرواح عدد كبير من المدنيين، ما يعني أنه كان يستهدف وجود الأمة الصومالية. هو يوم يبقى في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانه. عدد كبير من الصوماليين قضوا في التفجير، وهي حادثة مؤلمة بالنسبة لي لأني فقدت فيها بعض أصدقائي رحمهم الله وشفى الجرحى. وفي ذكرى السنوية الأولى لهذا الهجوم، تجمع آلاف في مكان التفجير بمشاركة رسمية وشعبية إحياء لذكرى الضحايا. الحكومة تعهدت بالوقوف إلى جانب المصابين ومساعدتهم في تجاوز آثارها. سنمنح جميع الأيتام تعليما مجانيا، ونطالب اللجنة الوطنية المكلفة بدعم ذوي الضحايا بإحصاء الأيتام كي تبدأ وزارة التعليم استيعابهم في المدارس. وأقول إن تلك المصيبة لم تضعفنا كما أراد مخططوها، بل زادت من تضامننا حكومة وشعبا. في مثل هذا الشهر من العام الماضي، هز انفجار بشاحنة ملغمة منطقة مكتظة بعشرات المحال التجارية وسط مدينة مقديشو، لتتحول ومن فيها إلى أثر بعد عين، ويسقط نحو 1000 شخص بين قتيل وجريح ومفقود. يتذكر الصوماليون الهجوم ولما تهدأ مخاوفهم من تكراره، رغم الإجراءات الأمنية المشددة في مقديشو. رغم مرور عام على أعنف انفجار من نوعه في تاريخ الصومال وبذل جهود كثيرة للتعافي من تداعياته، فإن محو الصدمة والآثار النفسية التي خلفها الانفجار قد يحتاج إلى مزيد من الوقت. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو.